بحضور سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة، نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بعد ظهر اليوم السباق الثاني لهذا الموسم. نعم، وأقيم السباق على مضمار النادي بمنطقة الرفة بالصخير على كأس شركة مونتريال للسيارات وكأس المرحوم عبد الهادي العفو وكأس الصخير للجياد العربية. كما حضر السباق عدد من أصحاب سمو وممثلي الجهات الراعية للسباق وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل. وقد تم تتويج الفائزين بكؤوس السباق، حيث تسلم سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة كأس المرحوم عبد الهادي العفو من السيد عبد الرضا عبد الهادي العفو، فيما قام السيد إبراهيم الشيخ مالك شركة مونتريال للسيارات بتقديم كأس مونتريال للشوط الثاني إلى المضمر الفائز جيمس نيلور، وكأس مونتريال للشوط الثامن إلى سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة. فيما قام الشيخ سلمان بن راشد آل خليفة المدير التنفيذي لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل بتقديم كأس الصخير إلى عبد الله فوزي ناس.